في إطلالة خاطفة على ما يدرك أنفس الكبار والعظماء من لحظات ضعف ووهن تكفي لإسكات غيرهم ولكنها تنطقهم، تكفي لقتل غيرهم ولكنها تحييهم، تكفي لإيقاف مسيرتهم في العطاء ولكنها تكشف عما في أعماقهم من قدرات فائقة على التحدي والقيام من كل عثرة في النفس ومن كل كبوة في العزيمة، مهما كانت جفوة الأيام معهم ومهما كانت قسوة الليالي عليهم. خلاصة القول: الدرس كبير وبليغ، وبكامل اليقين فإن اللحظات التي تمنى فيها العقاد الموت العاجل تحت ضغط اليأس الطارئ هي اللحظات نفسها التي أخرجت من أعماقه هذه الموهبة المصرية القادرة على مقاومة الفناء، ثم على تأكيد البقاء، ثم على التربع المطمئن في سجل الخالدين. طبعا في حديثنا عن أديبنا الكبير الأستاذ محمود عباس العقاد يتسع المجال ويتسع المقام لذكر الكثير والكثير عنه، لأن عباس العقاد أديب موسوعي من ناحية الكم، ومن ناحية الكيف أديب عميق، وأديب كان يطلق عليه جبار، الأديب الجبار، جبار فكرا. لو بدأنا بنشأة العقاد، فالعقاد طبعا ولد سنة 1889 في مدينة أسوان، أو ما كانتش لسه مدينة يعني، اتولد في أسوان، وأسوان في هذا الوقت وحتى الآن هي المدخل الجنوبي لجمهورية مصر العربية، وبتميزها الحضارة والتاريخ والطبيعة الجغرافية قد يعني تكون مختلفة شوية عن باقي مناحي الجمهورية، فالطبيعة الصخرية والطبيعة الجبلية التي أثرت بلا شك في العقاد وفي روحه وفي شاعرياته وفي أدبه. فالعقاد كان أخذ من الطبيعة الأسوانية، أخذ قوة العزيمة وقوة الشكيمة وحب التجلد وحب المناطحة، إن شئنا أن نقول، إن صح القول. هذه الطبيعة لم تكن خالية من مناحي الأدب، وخصوصا الأدب الشفاهي، يعني كانت تميز هذه المنطقة ومناطق مصر الجنوبية بشكل عام ما يسمى بالفنون القولية الشفاهية. الفنون القولية الشفاهية كانت ولا زالت هي بنت الجماعة الشعبية التي تحتفي بها وتعتبرها من الأشياء الأصيلة فيها، يعني مثل فن النميم وفن الحداء وفن العدودة وفن الموال وفن الواو، كل هذه الفنون، وفنون الكف طبعا بأشكالها المتعددة اللي زي الجنزير وزي المتلوت أو الثلاثي، هذه الفنون كلها كانت موجودة من قبل ميلاد العقاد، وبالتأكيد تأثر بها هذا الأديب العملاق. الأديب الأستاذ محمود عباس العقاد طبعا يعني دخل في سن السابعة المدرسة، دخل الكتاب وحفظ الكثير من القرآن، ثم دخل المدرسة الابتدائية وأكمل دراسته الابتدائية، ولم يكمل تعليما آخر إلا حين ذهب إلى القاهرة والتحق بالمدرسة الفنية الصناعية لشهور قليلة. المدرسة الفنية الصناعية دي كانت في بولاق في القاهرة. طبعا عباس محمود العقاد يقال أن نسبه يمتد إلى السيدة فاطمة الزهراء، ومما قيل أن أمه كانت من قرية بنبان المتاخمة لحدود دراول، يعني يفصل بينهما نهر النيل. عباس محمود العقاد
من ناحية المؤلفات بتاعته، المؤلفات بتاعته تربو على 100 كتاب، أو بالتحديد 102 كتاب، منها حوالي 10 دواوين شعرية. ولو أنه اكتفى بال10 دواوين الشعرية فقط لصنعت منه أديبا عملاقا. وربما عبقرية العقاد لا تكمن في كل هذا الإنتاج الذي أنتجه من كتب ومن مقالات. طبعا المقالات دي كمان أكتر بكتير من الكتب، المقالات قد تتراوح أو قد تصل إلى 15,000 مقالة كما قيل لي من بعض أقاربه. المئة كتاب والـ15,000 مقالة ليست هي مسار العبقرية في رأيي المتواضع، ولكن مسار عبقريته هو أنه استطاع أن يعلم نفسه بنفسه، يعني أن يصل إلى حدود علمية لا يستطيع وصولها. اللي هو عنده دكتوراه واثنين وثلاثة، لكن وصل العقاد إلى هذه الدرجة من العلم ومن الارتقاء ومن الثقافة بقراءات، من خلال قراءات فقط. لأن عباس محمود العقاد كان عاشقا للقراءة من صغره، يعني من هو طفل صغير كان يعني يقرأ ما يتيسر له الموجود داخل البيئة. الصحف إذا كانت تصل بعض الصحف، أو بعض الصحف اللي كان يجيبها أبوه. طبعا أبوه كان موظف في دفتر خانة في القاهرة، وكان لما يجي كل شهر أو كل شهرين كان يجيب بعض الصحف وبعض الدواوين الشعرية اللي كان يقرأها العقاد. والعقاد كان طبعا وجوده في مدينة أسوان أتاح ليه الاختلاط بالسياح الذين كانوا يأتون لزيارة الآثار التي تميز مدينة أسوان، الآثار الكثيرة التي ميزت مدينة أسوان، سواء كان آثار فرعونية أو آثار بطلمية أو آثار رومانية أو آثار إسلامية. لأن المكان زي ما قلنا طبيعة المكان ثري جدا بحضاراته وثقافاته التي بلا شك أثرت في عبقرية العقاد. عبقرية المكان أثرت على عبقرية الإنسان، أو صنعت منه عبقريته التي أسلف كما أسلفنا قلنا أنها كانت ليست فقط من مؤلفاته التي ربت على 100 ومئة كتاب وخمستاشر ألف مقال، ولكن في أنه استطاع أن يعلم نفسه بنفسه. ونحن نرى هذه الأيام يعني كيف أن طلاب العلم يعانون كثيرا في التحصيل، ويلتجئون لأكثر من مصدر، ولا يكتفون بالمدرسة لكنهم يلجؤون إلى الدروس، ما يسمى بالدروس الخصوصية، ويأخذون الدروس الخصوصية في كل مادة، بل أن المادة الواحدة يأخذون فيها أكثر من درس لكي يستطيعوا التحصيل. فكون العقاد لا يستعين بكل ذلك ويقرأ ما يقرأه ويصل إلى هذه الدرجة العلمية والأدبية والفكرية والفلسفية الرائعة، فبالتأكيد هي عبقرية فعلية. كما قلنا مؤلفات العقاد كانت متنوعة، فمثلا في الأديان كتب العقاد كتاب بعنوان الله، وكتب كتاب بعنوان الفلسفة القرآنية، ثم الإنسان في القرآن، ثم المرأة في القرآن، ثم الديمقراطية في الإسلام، ثم النازية والأديان، ثم حقائق الإسلام وأباطيل خصومه، ثم كتاب بعنوان إبليس، ثم كتاب بعنوان التفكير فريضة إسلامية. أما عن الشخصيات الدينية فقد كتب العقاد مجموعة من الكتب تسمى العبقريات، زي عبقرية محمد، وزي عبقرية عمر، وزي عبقرية الصديق،
وعبقرية خالد، وإبراهيم أبو الأنبياء، عثمان بن عفان، الصديقة بنت الصديق، عمرو بن العاص، الحسين بن علي، بلال بن رباح. كما كتب مجموعة من الكتب عن الشخصيات الأدبية، مثال جميل بسينة وعمر بن أبي ربيعة وابن الرومي وأبو نواس. كما كتب عن شخصيات من التراث الفكري مثل ابن سينا وعبد الرحمن الكواكبي ومحمد عبده وجحا. كما كتب العقاد عن شخصيات من تاريخنا المعاصر، فقد كتب كتابا عن سعد زغلول، وكتاب عن هتلر، وكتاب عن الملك عبد العزيز بن سعود، وكتاب عن فرانسيس بيكون، وكتاب عن الأديب العالمي برنارد شو. كما كتب عن غاندي وكتب عن شكسبير. الدواوين اللي كتبها زي ما قلنا سالفا كانت 10 دواوين، ثم اختار من هذه ال10 دواوين دي مقتطفات أو بعض القصائد التي آثرها هو، وصنع منها الديوان رقم 11. كانت هذه الديوان الدواوين ال10 بعناوين: يقظة الصباح، وهج الظهيرة، أشباح الأصيل، أشجان الليل، وحي الأربعين، هدية الكروان، عابر سبيل، أعاصير مغرب، بعد الأعاصير، ثم ما بعد البعد. طرق العقاد أبواب موضوعات مختلفة من الأدب والتاريخ والاجتماع والسير والصحافة والشعر والنقد الأدبي واللغة والفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع والتراجم الغيرية والذاتية والعقائد والإسلاميات والدين، ودافع في مؤلفاته وكتبه عن الإسلام وعن الإيمان فلسفيا وعلميا، ككتابه الله وكتاب حقائق الإسلام وأباطيل خصومه، ودافع عن الحرية ضد الشيوعية والوجودية. العقاد برغم أن دراسته كانت كلها عن طريق القراءة فقط، ولم يدخل مدارس سوى المرحلة الابتدائية زي ما قلنا، لكنه استطاع بدأبه وجهده أن يتعلم الكثير من اللغات، حتى أنه وصل في هذه اللغات أن يترجم منها وإليها. فقد ترجم العقاد من اللغة الإنجليزية وإليها، من الفرنسية ومن الألمانية، ويقال أنه باختلاطه مع السياح الذين كانوا يزورون مدينة أسوان، أو أسوان في هذا الوقت التي كانت لم تكن طبعا بالتأكيد لم تكن مدينة ولم تكن محافظة، ولكنها كانت مكان حضاري له رونقه له طبيعته. اختلاط العقاد ودأبه استطاع أن يجيد تلك اللغات، وبالتأكيد هو يعني كان 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 مثابر بالفعل. أني أنا يعني بحكم أنني موجه للغة الإنجليزية أعرف كيفية تعلم هذه اللغات وصعوبة ما فيه واحتياج الطالب لمعلم، أن يكون معاه معلم، وأن يكون قد إيه يحتاج إلى جهد في الحفظ وجهد في الاطلاع وجهد في الممارسة. ربما ممارسته مع السياح واختلاطه بهم أعانه، لكن بالتأكيد هو بذل من الجهد الكثير حتى يستطيع أن يصل إلى هذه الدرجة من الـ الـ يعني نريد أن نقول من الحنكة والجودة في تلك اللغات حتى يستطيع الترجمة بها. طبعا العقاد لما كان يترجم شعر مثلا زي شعر جون دان ولا بايرون ولا كيتس ولا الناس دول، كان يضيف إليه من روحه الشعرية، يعني ما كانش يترجم ترجمة حرفية كده وخلاص. بالتأكيد كان يعني أنا قرأت بعض القصائد اللي ترجمها العقاد لجون دان، لقيت فيها شعرية شديدة، يعني شعرية مميزة،
يعني العقاد استطاع أن يضفي من شاعريته ومن لغته الجميلة إلى تلك الأشعار ما يجعلها محببة في نفس القارئ. موسيقى